أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية في أمسيتنا الكروية في مراجعة ليلة القمة مع دكاترة التحليل كابتن عمر عبد الله والكابتن محمد عمارة اللي مشرفينا ومنورينا النهارده. كابتن عمر اهلا وسهلا بك يا صديقي العزيز. مساء الفل. مساء الفل يا ابراهيم، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. كابتن محمد عمارة اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اخبارك ايه؟ كله زي الفل. كله كويس الحمد لله. طيب خلونا نلعب مع بعض في الاول. الهاشتاج بتاعنا هو مراجعه ليله القمه. مراجعه ليله القمه، ماشي كده؟ ونلعب مع بعض لعبه لطيفه في الاول. يلا بينا. ثلاث لعيبه وصلتهم لخمسه مفيش مشكله، دي شطاره منك. اسقف لك. وصلتهم خمسه اسقف لك. بس المينيمم ثلاثه. ماشي كده. ثلاث لعيبه سجلوا في ماتشات القمه للاهلي وللزمالك، يعني لعبوا للاهلي ولعبوا للزمالك. ماشي. فارتدوا قميص الاهلي وارتدوا ايه؟ قميص الزمالك. قميص الزمالك وسجلوا. اوكي. مش بس لعبوا للفرقتين. ما هو لو اذكر ثلاث لعيبه لعبوا للفرقتين دي سهله، مش هقول لك ثلاثه. دي حقيقه فعلا. لكن انا بقول لك ثلاث لعيبه سجلوا بقميص الاهلي وسجلوا بقميص الزمالك والعكس صحيح، لعبوا لده ولعبوا لده. ماشي. الهاشتاج بتاعنا هو مراجعه ليله الامتحان، وحالا هيبقى موجود لحضراتكم على تويتر. طيب تحبوا نسخن بالتشكيل المتوقع ولا عايزين تبتدوا بايه؟ اللي انت عايزه برضو. ها يعني تشكيله المتوقعه كده للاهلي وللزمالك. الزمالك الاهلي كمان عنده غيابات في اللقاء. الزمالك غياباته بقى لها فتره، انما الاهلي عنده مثلا مؤثر قوي انه عمرو السوليه مش موجود، فانت قادر تشوف انه برونو سافيو مش موجود، معرفش هل ده يكون مؤثر ولا لا. الخط الخلفي كله متولي طبعا للايقاف، وياسر ابراهيم نفس القصه. فخلينا نبتدي من الجزئيه ديت. هو اكيد الغيابات هتبقى مؤثره بشكل كبير جدا، ايا ما يكون. حتى لو اتكلمت على لاعب زي برونو سافيو، كان سؤالك ان هو حتى غياب برونو سافيو هيبقى مؤثر ولا لا. عارف، لو مش مؤثر على الصعيد برونو سافيو تحديدا هو كقيمه فنيه، فهو مؤثر في ان الخيارات قلت. بمعنى طول ما برونو سافيو موجود وعبد القادر موجود وقفشه موجود، الفريق اللي قدامك محتار هتلعب ازاي. هل هتلعب بقفشه في رقم 10 وبرونو سافيو ناحيه الشمال، ولا هتلعب ببرونو سافيو وعبد القادر ناحيه الشمال؟ لكن غياب برونو سافيو حسم الموضوع، القصه انتهت، هيبقى قفشه وعبد القادر وحسين الشحات. فهو قلل حتى خيارات المباغته في 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 تشكيله الاهلي. تبدو تشكيله الاهلي شبه محسومه، يعني محمد الشناوي قد يكون المشاركه الاولى لخالد عبد الفتاح. الظروف بتقول ان خالد عبد الفتاح ممكن يبدا في الظهير الايمن. كنا سمعنا من الماتش اللي فات ان هو كان هيبتدي وسط سموحه، بالظبط، خاصه ان هو لو كان عايز حتى يضم ايمن اشرف او يجربه كان ماتش سموحه كان اولى بالنسبه له. لكن واضح ان هو يدخل محمد هاني كقلب دفاع، ورامي ربيعه هو ده مكانه الرئيسي، وعلي معلول ثنائي الوسط. طبعا مع غياب عمرو السوليه، المفاجاه انه لو حط مروان عطيه من البدايه كراجل يقوم بدور رقم 8، بس ما اعتقدش انها تبقى فيه المباغته دي من الاول. يعني بس خد بالك، هي دي ليها تفصيله واحده بس، ان لو حمدي فتحي مش جاهز بنسبه 100%، عشان في كلام بيقول يبقى مروان وديانج. خلاص ما فيهاش اختيارات، هو مش كده، مش بيجازف حتى لانه ما عندوش، يا فخري يا مروان. ولازم يبقى مروان في وجهه نظري. يعني ده لو حمدي مش جاهز. حمدي جاهز يبقى حمدي فتحي وديانج، والثلاثي طبعا او الرباعي اللي قدام شبه اتحسم خلاص. طبعا زي ما بقول لك، غياب برونو سافيو ما خلاش حتى عندك امكانيه ان انت تقول ايه، هيلعب ببرونو ويقعد عبد القادر ورقه رابحه، فهيحط قفشه رقم 10. اول موضوع هيبقى خلاص قفشه على يمينه حسين الشحات، على شماله احمد عبد القادر، وطبعا مهاجم كهربا بنسبه كبيره كهربا طبعا بعد اللي عمله في المباراه الاولى. يعني خلاص يبقى ادي التشكيله هي دي. انت متفق مع عمر في نفس التشكيله؟ عشان هاخد منك تشكيله. خلي بالك زي ما كان عمر بيتكلم، هي ما فيهاش اختيارات كتير. ما فيهاش اختيارات عشان الغيابات. الغيابات فرضت على مارسيل كولر خلاص. هو طيب. 11 خلينا نقولها ونشرك المشاهد معانا كمان. هل شايف ان هو الراجل هيروح لكده ولا ممكن يبقى في حاجه تانية؟ احنا بنتكلم محمد الشناوي في حراسه المرمى، خالد عبد الفتاح، محمد هاني، رامي ربيعه، علي معلول في النص، حمدي فتحي مع اليو ديانج، ناحيه اليمين حسين الشحات، جنبيه قفشه، على شماله احمد عبد القادر، وفي الهجوم كهربا. الزمالك، تشكيله الزمالك المتوقعه.
انا في الزمالك يعني لو انا هحط تشكيل لمباراه القمه في لماتش لماتش الاهلي بدماغي يعني جوزفالدو فريرا، انا اروح ل 3 4 3 مش هروح ل 4 3 3 تماما يعني 3 4 3 اللي كان بيفضلها الموسم اللي كان بيفضلها فريرا، والافضل فترات الزمالك كانت معاها، وكل ما يتعلق بالافضليه حتى اللي هنشرحها بالحالات الفنيه ليه دي افضل من دي، هروح ل 3 4 3 وفي الثلاثه هتروح للمسلوسي. ممكن احط محمد عبد الغني مع حسام عبد المجيد، سيد عبد الله نيمار، عمرو السيسي وامام عاشور. ناحيه الشمال بقى اللي هيبقى فيها كلام كتير، لان لو اتاكد خلاص ان فتوح وعبد الله جمعه مش موجودين في القايمه، فانا ممكن اودي سيد عبد الله نيمار ناحيه الشمال، او بدل محمد العب شافي يعني احط سيد عبد الله نيمار جناح شمال او وينج باك شمال، واحط عمر جابر ناحيه اليمين، وهلعب قدام بسيف الجزيري ومصطفى شلبي وزيزو. عمر انا اعتقد انه هيروح ل 4 3 3 اللي هو شغال بيه، هو فريرا عنيد شويه وعند على فكره العند في الكره ساعات احيانا يعني بيكون كويس، بس الحاله اللي فيها الزمالك انا بشوف، عشان بس نفرق ما بين الاثنين، انا بشوف ان الافضل ال 3 4 3 الافضل، لكن هو هيعمل ايه؟ اعتقد انه رايح ل 4 3 3 اللي هو مكمل بيها زي ما قلت لك، ده الافضل. الرباعي الخلفي حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد وعبد الغني وناحيه الشمال عبد الشافي، ماشي، وهيلعب بثلاثه، هيلعب بدونجا وعمر وامام زيزو ومصطفى شلبي وسيف. طيب غالبا هي دي يعني الناس رايحه للشكلين دول تحديدا في ظل برضو موقف كل فريق. طيب انا كنت سالتكم سؤال، ثلاث لعيبه، قول لي ثلاث لعيبه ادوني دلوقتي بس لعيب واحد سجل للفريقين في ماتش القمه. حسام حسن، سهله بسيطه اهي اهو، يلا بينا نلعب مع بعض في جمهور الثالثه ومع دكاتره التحليل. ثلاث لعيبه سجلت في ماتشات الاهلي والزمالك ولعبت في الخيار الامن. لا ده امن جدا، اي حاجه سجلت في الكره المصريه حط حسام حسن وبعد كده كمل سجل بقى حاجه بس خلاص. ايوه والله فعلا، برافو عليك والله. الاجابه ايه؟ حسام حسن. حسام حسن هشوف هحط بعديه كابتن احمد حسن، ماشي. برضه لعب برضه في الاثنين وسجل مع الاثنين، سجل هدف مع الزمالك كان في الكاس تقريبا او في دوري ابطال افريقيا. ثانية واحدة بس، هو مين اللي فاتح الاير بيس دلوقتي وبيشارك معانا في ال والله ما شاء الله اسلام فتح الاير بيس بيشارك معانا دلوقتي اسلام احنا اللي بنحط الاسئلة يا حبيبي، ما بتشاركش اخلف عليا يا رب انا مبتلى، اخلف عليا يا رب انا مبتلى واحنا لسه على الهوا كمان يا ابني اسكت ما تجودش، انت كمان بتأمني يلا يا راجل، ده اي حد هيبص في كتاب عدى على اي ماتش من الماتشات هيجيب لك بدل الاسم بدل الخمسة عشرة كمان. طيب خلينا ناخد بس من تعليقات الناس. وبس يا اسلام لو سمحت ما تفتحش اير بيس لحد ما اخلص الحلقه لو سمحت، بعد اذنك يا اسلام لو سمحت بعد اذنك. عبد الله بيقول حسام حسن واحمد حسن ومؤمن زكريا، ادم يحيى بيقول احمد حسن وجمال عبد الحميد ورضا عبد العال، يحيى بيقول حسام حسن وجمال عبد الحميد واحمد حسن، محمد خفاجي بيقول حسام حسن وجمال عبد الحميد واحمد حسن، ايمن بيقول حسام حسن ورضا عبد العال وجمال عبد الحميد واحمد حسن، مصطفى بيقول رضا عبد العال جمال عبد الحميد حسام حسن ابراهيم حسن احمد حسن ومعتز اينو. حسام حسن وعبد الكريم صقر. مين؟ معتز اينو جاب مع الزمالك في الاهلي، جاب مع الاهلي في الزمالك اول ماتش ليه، هنرجعها دي. طارق حسام حسن ابراهيم سعيد ورضا عبد العال مش فاكر برضو مع الاهلي في الزمالك. لا جاب مع الاهلي في الزمالك، مش انا فاكر مع الزمالك مع في الاهلي اللي هو نهائي لحد دلوقتي. نقدر نعتمد حسام حسن واحمد حسن ومؤمن زكريا الثلاثه وجمال عبد الحميد طبعا ما فيهاش كلام. خلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. الهاشتاج بتاعنا هو مراجعة ليلة القمة، وطبعا حضراتكم بعتوا أسماء كتيرة جدا اللي لعبت في ماتشات القمة، في أسماء لعبت بس ما سجلتش، يعني مؤمن زكريا سجل بقميص الأهلي ما سجلش بقميص الزمالك في ماتشات القمة، كابتن جمال عبد الحميد سجل بقميص الأهلي وقميص الزمالك، فبعتوا لنا بقى إيه الإجابات الصح، شوية شغل كده حلوين. طيب خلينا عشان حضرتك تكون موجود معانا في الصورة هنحلل أداء الأهلي، نقاط القوة ونقاط الضعف، ثم بعد كده الزمالك برضه نفس القصة نقاط القوة ونقاط الضعف، نبتدي مع نقاط القوة في النادي الأهلي. عمر اتفضل.
سريعا معانا شويه ارقام عن النادي الاهلي في طوال مشوار الموسم الحالي في الدوري. الارقام دي هتديك دلاله ليه الاهلي ممكن يكون عنده نقاط قوه متمثله في وسط الملعب تحديدا. الاهلي الاكثر صناعه للفرص في الاهلي هذا الموسم علي معلول ب 29 فرصه، ومجدي قفشه 27، بعد كده عبد القادر، وبعد كده السوليه ب 14 و 12 فرصه. نخش على اللي بعديها. الاكثر صناعه للاهداف في الاهلي علي معلول 4، محمد مجدي قفشه 3، وبعد كده 3 لعيبه من وسط الملعب في عملوا هدفين، وهداف الفريق هو عمرو السوليه ب 3 اهداف. فخلينا نقول ان من ضمن هذه الارقام عندنا استنتاج ان مجموعه خط الهجوم مش موجوده. القصه كلها في وسط الملعب، سواء من مجدي قفشه او من عمرو السوليه تحديدا، ثم لاعبي الاجنحه اللي في 4-2-3-1 هم مش اجنحه في الناحيه الهجوميه، هم اجنحه في وسط الملعب لما ليهم من ادوار دفاعيه. فتعال نشوف الحالات اللي معانا وتقول لك قد ايه قيمه لاعبي خط الوسط في النادي الاهلي. طب ليه احنا بنقول الموضوع ده؟ لان في 4-2-3-1 بتاعه مارسيل كولر هو دائما وابدا بيطالب اللاعب رقم 8 بالزياده في المنطقه الهجوميه. ثانيه واحده هنا نوقف. اختيار عمرو السوليه هنا اكبر خساره للاهلي بكره، اكبر خساره، لان عمرو جايب فورمه بالظبط عشان هو كمان توب فورمه لان هو رايح في حته كويسه جدا على المستوى الفني. هنا القصه كلها مارسيل كولر لعب على ايه؟ لعب على ان ثنائي خط وسط البيراميدز في ال 4-3-3 اللي هم اسلام عيسى وعبد الله السعيد ما بيرجعوش بشكل كبير في الناحيه الدفاعيه، فبالتالي كانت وحيدا بلاتي توري على الدايره، فادى مهام لعمرو السوليه انه يلعب في المساحه اللي حوالين الراجل رقم 6، فزاد الراجل، فهتلاقي بلاتي توري خرج بره اللعب، الراجل اللي هو جنب الحكم هناك، واستلم عمرو السوليه، بدا يا دوب يجي له عبد الله السعيد بعد قد ايه؟ فالراجل سدد وزاد، فحسمت او بدات المباراه امام نادي البيراميدز. هنا نفس القصه، هتروح الكره ثانيه واحده، اول ما الكره ثانيه واحده هنا مساحه اللاعب المهاجم فين؟ المهاجم مش موجود. انت بص على الهجمه، انت المهاجم مش موجود، محمد شريف نازل في قلب الملعب، لان العمليه الهجوميه للنادي الاهلي دايما بتتم بمجموعه لاعبي خط الوسط، فهيقطع قفشه هو على جوه بالظبط، والباص هيطلع من عمرو السوليه، فهتبقى الزياده ماشي الهجمه عادي جدا، الزياده هتبقى جايه من لاعب خط الوسط. ف بشكل كبير جدا هتلاقي في هجمات النادي الاهلي او في خطوره النادي زي الهدف ده تحديدا برضه، هنا هتلاقي ان اليو ديانج خد القرار بمفرده، شريف طلع اوت اوف بوزيشن خالص وراح ديانج لوحده. الزياده من وسط الملعب دايما هي الحل الاول للنادي الاهلي في عدد كبير من الـ 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 الاهداف. هنا مباراه فيوتشر مثلا هتلاقي دايما ان المهاجم مش بيتحرك تحرك وهمي، هو المهاجم بيبقى موجود، لكن خطوره الاهلي دايما بتيجي من زياده لاعب الوسط زي عمرو السوليه. عمرو السوليه هنا لو مش موجود، لو عمرو السوليه ما عملش الزياده دي اللي عملها في مباراه بيراميدز وخد قرار التسديد، اللي عملها في مباراه لا خلاص كده، دي ده 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 دي الاجنحه، دي الاجنحه خلاص خلاص. فبالتالي انت بتتكلم في ان جزء كبير جدا من زياده او القدره الهجوميه للنادي الاهلي هي زياده لعيب الوسط، وده حل لجأ. طيب دلوقتي عمرو السوليه مش موجود، حد هيعرف يعملها مكان عمرو السوليه؟ حمدي فتحي لو موجود وتم استخدامه اكتر من مره، وفي البدايه اصلا كان مارسيل كولر بيدي المهام الهجوميه لاليو ديانج او حمدي فتحي وبيثبت عمرو السوليه. مش موجود حمدي فتحي بكره؟ يبقى مروان عطيه. مروان عطيه، لان حتى كوكا لو موجود كلاعب شاب برضه مش هيقدر يؤدي. هوريها لك برضه حمدي فتحي دي عموما. طيب نقاط القوه عندك برضه في الاهلي لسه؟ عندنا واحده من الالغاز اللي حلها كهربا يوم الثلاث مباراه سموحه، وهي ازمه المهاجم. عمر لما كان بيتكلم وبيستعرض كل ارقام الاهلي كلها ارقام للاجنحه وارقام للعيبه خط الوسط، ولكن غياب المهاجم او غياب العنصر اللي هو رقم 9 ده الهداف ما بقاش موجود، ودي نقطه مهمه جدا. اللي عمله كهربا في مباراه سموحه ما خلاش مارسيل كولر يفكر مرتين، يعني انا وجهه نظري او تصوري الحاجه الوحيده اللي ممكن تمنع كهربا من المشاركه بشكل اساسي قدام الزمالك هي قصه نفسيه بحته، ان كهربا يعرف يحافظ على نفسه نفسيا عشان المباراه بضغط جماهيري كبير جدا. دايما كهربا عنده مشكله في ماتش القمه انه ما يكونش في تركيزه، بس دايما هي دي مشكلته، لازم يكون مركز. النقطه النفسيه الوحيده هي دي اللي هيلعب عليها مارسيل كولر، ولكن فنيا الراجل قدم 45 دقيقه تحديدا قدام سموحه ما قدمهاش ولا مهاجم في الاهلي طول الموسم او طول مسيره مارسيل كولر مع الاهلي. تحس كولر وهو فرحان بالجول اللي جابه كهربا اللي هو هي كده هي يا جماعه، ما هو لان دي نوعيه المهاجم اللي هو بيدور عليه، بس سهله يا جماعه. ما خد بالك هو انا معلش يا عمار، هو مجموعه المهاجمين مش بعيد بس عن منطقه صناعه، عن منطقه التهديف، ده بعيد حتى عن منطقه صناعه اللعب او الهجمات. يعني مجموعه المهاجمين سواء كان بيرسي تاو ولا شريف ولا حسام حسن
كلهم بعاد حتى عن صناعه الاهداف او الفرص. اداك ثلاث حاجات انت محتاجها من المهاجم، ده طبيعي. التحرك في المساحه، تحرك جيد جدا، الالتحام الهوائي، ودي واحده ما كانتش من الحاجات اللي ما بتميزش كهربا، ان هو مش مهاجم في الاساس ولكنه عملها بشكل رائع جدا وبين رغبته، ودي نقطه مهمه جدا. ثالث حاجه تكنيك الفينش، الفينش اللي كان مفتقده كل مهاجمي الاهلي، بواحده بس كهربا بقاله 7 شهور الراجل ما لعبش، بيديك فينش اللي هو بتشوفه حلاتك. ده الطبيعي. تعالى نتفرج على كهربا عمل ايه قصاد سموحه، وده اللي هيفرق. واحده جداً من نقاط القوه اللي انت شايفها، نقاط القوه طبعا هتبقى ماشي. لو في حالته كهربا هتبقى نقطه قوه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي قصاد الزمالك. ثانيه واحده هنا، بص محمد هاني بيتحرك بالكوره، دي الفكره بتاعت كهربا، هو عارف هو بيعمل ايه، عارف المساحه ورايح يتحرك فين. ادي الكوره على طول من محمد هاني، يشغل الحاله على طول. كهربا واخد الكوره بالمساحه، وهو طبعا فيها توفيق كبير جدا من 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 عشان الهاني سليمان عدت منه، ولكن هو اللي عايزينه من اللقطه دي هو التحرك، هو خلق الفرصه، هو ده الاساس. التصرف بعد كده، دي الكرات العاليه، بص دي واحده من الحاجات اللي مش ادى هجمه للاهلي من حمدي فتحي، كان واحده مش من الحاجات اللي كهربا ما بيعملهاش، مش بتاعته قوي، ولكنه عملها بشكل جيد. بص المره الثانيه الشناوي هيلعب العاليه، مين اللي هياخدها؟ كهربا. الراجل يعني حتى لو كان هو عايز يعتمد بس على كهربا على التحركات بتاعته او الجري في المساحه، كهربا اداله بعد جديد، اداله السكند بول في كوره زي دي بالظبط. بقى الاهلي كله في نص ملعب سموحه من ايد ورجل الشناوي. انت ما طلعتش بالكوره، انت ما حضرتش، انت بس اديت ايد ورجل. تاني هتلاقي دي نفس الفكره، الالتحامات الهوائيه، بص اهو داخل معاه في الكوره، ودي الهدف الثالث، تحركه بعد الكوره ده مهم جدا. كهربا عمل دوره كمهاجم اللي هو زي ما يقولوا محطه، هنا الفينش حطها ولا اروع. فاذا عمل لك كل حاجه نفس الفكره. بص هنا في المساحه من حسين الشحات، بص كهربا قاطع على طول في ظهر المدافع، خد الكوره، بص اللينك اب اللي هيعمله مع حسين الشحات هايل جدا، عمل هجمه رائعه للاهلي في اخر الشوط الاولاني. اذا هو قدم شوط مثالي بكل المقاييس، اداك نقطه التحرك دي في خلف دفاع الزمالك، هتبقى مهمه جدا جدا وخطيره جدا كمان على دفاع الزمالك. طيب نقاط الضعف برضو خش عليه. لا في نقطه قوه ثانيه في النادي الاهلي بعيدا عن خط الوسط، وهي مجموعه الاجنحه. زي ما احنا قلنا او جبنا في الارقام والاحصائيات، الاهلي بيعتمد بشكل كبير جدا على مجموعه الاجنحه. لو شفنا الحالات اللي معانا من اول مباراه، ودي ليها علاقه بقى مش بقصه الكواليتي او اللعيبه، ليها علاقه بسيستم مارسيل كولر نفسه. كولر بيحب الجناح اللي بيقدر يخش جوه منطقه الجزاء ويبقى عنده قدره هجوميه. هنا عبد القادر هو بيحب ديف عبد القادر، وهو اتكلم قبل كده في المؤتمر الصحفي ان انا بطلب ثانية واحدة بس يعمل حاله بالظبط. ليه بقى بيطلب كده؟ لان هتلاقي الكره اللي فاتت دي هي نفس الكره اللي انت بتشوفها هنا مع اختلاف تصرف عبد القادر. فبالتالي هو في باترن معين بيتسال. اتسال في المؤتمر الصحفي بعد ماتش، اعتقد كان ام بي، قال ان هو بيطلب من عبد القادر ان هو يعمل كده، وبيطلب من ديانج ان هو يخترق بقوته بالظبط. فهم دول نقطتين القوه اللي احنا اتكلمنا عليهم، الزياده من خط الوسط وفكره الجناح نكمل الهجمه عادي جدا. هتلاقي ان دايما الاجنحه بتاعت النادي الاهلي مشاركه بشكل كبير في الهجمات. عبد القادر في الكره الاولانيه بتاعت الاتحاد المونستيري راح وسدد، وفي الكره دي او في الهجمه دي لعبها لبرونو سافيو. هنا بقى الجناح موجود فين؟ مهاجم تاني على طول دايما بيدي تعليمات للجناح ان هو يتواجد في منطقه المهاجم التاني. مع اختلاف الاسم، اللي فات كان عبد القادر في كورتين، النهارده كريم فؤاد داخل كمهاجم كقلب هجوم. ده شكل هجومي بيلعب بيه مارسيل كولر، مش وليد الصدفه، لان انت دايما هتلاقي انك بص على طول الاجنحه مشاركه يا اما بالصناعه يا اما بالتهديف. ثانيه واحده كمل عادي. هنا ثانيه واحده، هنا برونو سافيو الجناح الثاني في مركز مهاجم. القصه كلها ان في ميكانيزم وفي باترن بيتلعب عند النادي الاهلي، ان ده الاثنين الاجنحه بتوع النادي الاهلي واحد فيهم بيبقى هو صانع اللعب، التاني على طول بيخش كمهاجم تاني على طول قلب هجوم، سواء زي عبد القادر ما عمل ولعبها لبرونو سافيو في المباراه اللي فاتت، او زي ما كريم فؤاد استلم وحط الكره نمشي الهجمه بسرعتها عادي، او زي ما كريم فؤاد استلم الكره اللي فاتت وهو في مركز المهاجم الصريح وحطها في العرض. هل حسين قادر يقوم بالدور اللي كان بيقوم بيه كريم؟ لحد دلوقتي جدا. حسين بيمر على فكره، حسين من اللعيبه اللي خدوا سمعه ان هو مستواه مش جايب مستوى، لكن هي الحقيقه انه في المباريات الاخيره اللي شارك فيها حسين الشحات، لا حسين الشحات جايب فورمه قريبه من فورمه كريم فؤاد اللي هو وصل لها. فبالتالي جناح مهم جدا، والاثنين بكره عبد القادر وحسين الشحات هما الجناحين، مش عايز اقول المثاليين، يعني
بيب جوارديولا كان دايما له جمله بيقول ان كره القدم في لحظه من اللحظات كانت بتعتمد دايما على الانفيرتد وينج اللي هو الجناح العكسي اللي هو يخش ويقطم لجوه. حاليا كره القدم محتاجه جناحين بمواصفات مختلفه شويه. واحد بياخد الخط على رجله رجله الحقيقيه والتاني بيبقى بيخش بالعكس لجوه. ده شكل الاجنحه اللي بيحبها مارسيل كولر. فعشان كده كان حاطط طاهر وعبد القادر او حط كريم فؤاد وعبد القادر او حتى بيحط مثلا حسين وبرونو سافيو. فالشكل ده هيبقى موجود بكره مع اعتماد الراجل دايما على الشكل الخططي انه يفضي الاثنين الاجنحه بتوعه كنقطه قوه كبيره جدا للنادي الاهلي في المباراه اللي فاتت. نقاط ضعف الاهلي هل فيها جزء له علاقه بعلي معلول وانه قد يكون ثغره في, 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 في بالنسبه لدفاعات النادي الاهلي ولا لا؟ اه طبعا هنخش بقى على نقاط الضعف في الاهلي. ماشي. هو كان عندي نقطة قوة للأهلي سريعة لو في وقت نقولها يعني سريعا جدا. أهم مفتاحين لعب للأهلي هم أفشة وعلي معلول عشان دول بس ما نبقى ما أغفلناش القصة دي. سريعا جدا تعالى نتفرج على أفشة وعلي معلول هم أهم مفتاحين لعب لو في أرقام بس ناخدها الأول سريعا. أي أفشة في الدوري 13 8 كأساسي هدف. بص بقى بعد كده صناعة أهداف 3 هو الثاني، صناعة الفرص 27 هو الثاني التاني في الاهلي عموما يعني. المحاولات 24 اكتر واحد في الاهلي، محاولات على المرمى اكتر واحد في الاهلي 7، استلام الكره 592 التاني في الاهلي. قفشه عنده ميزتين مع مارسيل كولر وتعالى نتفرج على الحالات. قفشه للموسم انت نقطتين القوه اللي انت اتكلمت فيهم قفشه وكهرباء، انت نقطتين القوه اللي انت اتكلمت فيهم هو الاختراق الاجنحه ولاعيبه الوسط، الاختراق من لاعيبه الوسط والاجنحه دي نقاط القوه بالنسبه للاهلي. اتفضل يا عماره بقى بس في السريع بقى. في السريع جدا قفشه عنده ميزتين مع مارسيل كولر وهي صناعه الفرص كلاعب رقم 10 صريح جدا بيصنع لك الفرص وبقى بيزيد في الحته الهجوميه كمان جوه منطقه الجزاء ليه تداخل بس ينقصه لسه اللمسه الاخيره. هنشوف هنا دلوقتي كدوره كرقم 10 ازاي بيصنع لك الفرص. واحده دي مباراه فاركو صنع فرصتين حقيقيتين للتسجيل بصراحه ودي نقطه مهمه جدا مارسيل كولر عرف يستغله فيها. وقفشه عرف كمان يعني للموسم الثالث على التوالي هو بيحتل كل الارقام الممكنه لصانع اللعب في الاهلي بصراحه. الاستلام الكوره، صناعه الفرص، بص هنا نفس المباريات الداخليه هتعد كم كل الاهداف اللي تقريبا نص اهداف الاهلي هتلاقي قفشه واحد من اللعيبه المشارك فيها بشكل كبير جدا او حتى الكي باسز اللي هي الكرات البدائيه المبدئيه مفتاحية جدا. وده اخر ده اخر صناعه للفرص ودي واحده من النقاط المهمه جدا في قفشه. لما ترجعه كده بيبقى كاشف الملعب بشكل كبير هو اللي عاملها هنا الكريم فؤاد. لو رحنا للحالات الهجوميه اللي بيهدفها بقى قفشه لما قفشه كمهاجم او قفشه كلاعب بيعمل الزياده دي شفناه في اللقطه دي يعني ماشي دي برضو اسيستات. لو كملنا بس الكوره الحته بقى الزياده دي ما جابش منها غير هدف واحد بس هو هدف امبي اللي عمر كان بيستعرضه دي واحده من الكرات المهمه جدا. هي دي هو اللي بيروح قفشه دلوقتي بقى عنده الحته دي الزياده ان هو يروح جوه منطقه الجزاء. التصرف مش افضل حاجه قعد يلف عطل الكوره شويه لحد بس في نقطه مهمه جدا التمريره دي هي نفس التمريره دي ده شغل مدرب. ايوه مدرب هو لازم الجول الوحيد نفس الكوره نفس الكوره بنفس الفكره بنفس كل حاجه. قفشة هو اللي بيروح كلاعب. يبقى ده الحديث كده عن نقاط القوه في النادي الاهلي كما ذكرت. بعد الفاصل نقاط القوه في نادي الزمالك خليكم معانا ومع دكاتره التحليل. يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في قمة مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز. تقام المباراة يوم السبت في تمام الساعة 8:30 مساء على استاد القاهرة الدولي. قبل القمة هناك العديد من الإصابات التي يعاني منها قطبين. يأمل كل من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وجوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن يتغلب كل منهما على الغيابات. يعاني الأهلي من غيابات عديدة قبل مواجهة الزمالك في مقدمتها مدافع الفريق محمود متولي للإيقاف بعد البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة المصري البورسعيدي كما تأكد غياب ياسر إبراهيم بسبب عدم تعافيه من إصابة في العضلة الضامة بجانب معاناة عمرو السلية من إصابة في السمانة. تأكد غياب الثلاثي برونو سافيو الذي يعاني من ألم في الركبة بالإضافة إلى محمد عبد المنعم الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية فضلا عن بيرسيتاو الذي فضل الجهاز الفني عدم المجازفة به رغم تعافيه من إصابة الخلفية.
هذا وقد تعافى الثنائي طاهر محمد طاهر من الإصابة، فيما تواجد حمدي فتحي في قائمة الفريق، ويمكن لكولر الاستعانة بجهودهما. على الجانب الآخر يعاني الزمالك من غياب إبراهيم نضاي بالإضافة إلى محمود حمد الونش بسبب الإصابة، كما أن هناك شكوك حول جاهزية الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعه للمباراة. نقاط القوة في الزمالك، اتفضل عمر. طيب نقاط القوة للزمالك، أنا هاخد معايا نقطتين قوة، يعني هتكلم على أول واحدة فيهم، بس هم أصلا مستمدين من نقطة ضعف. إزاي بقى؟ طيب تعال نشوف شوية أرقام للزمالك، يلا، لأن منها تستنتج نقطة الضعف بتاعة الزمالك. نقطة ضعف الزمالك هي مركبة شوية. جينيوس برضه، بس لازم حتة عمق. أمال إيه؟ حتة عمق. أمال إيه؟ وحتة فيها أمال. أمال. يلا يا باشا اتفضل. طيب الزمالك لعب 13 مباراة، أحرز 22 هدف، صنع 16 هدف. مجموع التسديدات بتاعه الفريق 156 تسديده، هداف الفريق احمد مصطفى زيزو بخمس اهداف. تعال نشوف اللي بعديها، اكتر اللاعبين تسديدات على المرمى احمد مصطفى زيزو امام عاشور ب 28 تسديده لكل واحد فيهم، يعني هما الاثنين 56 من ال 156، نسبه اكبر من 35% تقريبا. اكتر اللاعبين تسديدا على المرمى زيزو ب 14 وامام عاشور ب 8. اكتر اللاعبين صناعه للفرص زيزو ب 45 وامام عاشور ب 19. ما تكتب الزمالك هذا الموسم زيزو وخلاص. بالظبط. اكتر لاعبين صناعه للاهداف احمد مصطفى زيزو ب 8 وامام عاشور ب 4. هو الثنائي ده كل حاجه. بالظبط. طب ليه بقى الثنائي ده كل حاجه؟ وليه كم التسديدات ده كله ما فيهوش حد له علاقه بالهجوم؟ اولا الزمالك صانع في الموسم كله 109 فرصه. وهو غالبا الخامس او السادس تقريبا في صناعه الفرص. قليل. جدا. مشكله الزمالك مركبه. يعني مشكله الاهلي هو بيصنع بس ما بينهيش، مشكله الزمالك انه ما بيصنعش، ولما بيصنع ما بيفنش، فعنده مشكله مركبه. فدي نقطه الضعف الابرز عند نادي الزمالك، استمد منها بقى نقطه القوه بتاعت الثنائي ده احمد مصطفى زيزو وامام عاشور. فتعال نشوف الحالات اللي اول حاجه هتبقى عندنا ان جزوالدو فيريرا لجأ تماما لسلاح بسيط جدا، كان طبعا العظيم كابتن حماده امام الله يرحمه يتكلم، يقول لك التسديد من بره ماشي على طول، الدنيا قفلت معاك التسديد من خارج منطقه الجزاء. فتعال نشوف الزمالك قد ايه بيلجأ في 90% من مبارياته او من حلوله الهجوميه للتسديد من خارج منطقه الجزاء، ونشوف من ال 90% دي كم في الميه هي تمريره متبادله ما بين الثنائي زيزو وامام عاشور. هتلاقي دايما في مباراه الداخليه زيزو بيحاول ان هو يوجد الثغره في الدفاع، بيتحرك على طول ويفتح الزاويه. 90% من هجمات الزمالك هتلاقيها عباره عن تسديدات من خارج منطقه الجزاء، لدرجه وصلت ان ما يقرب من 95% من خطوره الزمالك في مباراه الداخليه جاءت عن طريق التسديدات من خارج منطقه الجزاء، ما كانش فيه ولا هجمه مركبه او هجمه من اللعب المفتوح. قيس على كده كل مباريات الزمالك هذا الموسم، الزمالك عنده مشكلة حقيقية في صناعة الفرص، على طول مفيش فرصة انه يصنع مش انه يضيع. خد بالك احنا بنيجي نتكلم على الاهلي انه بيوصل بس بيضيع، فبيلجأ لان في حد يبقى بديل يحرز، اللي هم لعيبة مجموعة خط الوسط او الجناحين. في الزمالك مفيش، في الزمالك ما عندوش غير هو سلاح واحد فقط لا غير، التسديد من خارج منطقة الجزاء، و90% منه بيروح. ده في كل المباريات على فكره، احنا جبنا مباراه الداخليه وهتلاقي في مباراه بيراميدز، وجبنا في مباراه المصري، يعني جبنا مباراه من اول الدوري ومباراه في نص الدوري والمباراه الاخيره اللي في الكاس. بص على طول هي زياد تسديدات من خارج منطقه الجزاء من زيزو او من امام عاشور. عمار اتفضل، برضه نقاط القوه في الزمالك. انا هاخد بس الحته اللي قالها عمر العميقه قوي دي، فكره المستمده من ان انت ما بتصنعش. مالك ومال غيرك لو سمحت. ماشي مش فاهم يعني. طب مش بنكمل عشان قاعد جنبك يعني. طب تاخد تاخد منه الحاجه كده وتجري زي بعض. لان انا مش عايز ادير حاجه النهارده خالص. زي بعض. اتفضل اتفضل وخلي لوحدك اتفضل. خليك فاكر بس. طيب شكرا يا عم محمد، خلاص كمل خلاص زي بعض. ماشي، في نقطة بس سريعة جدا على فيريرا تحديدا، يعني فيريرا الموسم اللي فات احنا قلنا عليه واحد من الأهم إنجاز عمله ان هو حول الزمالك من فريق مفكك جدا ان هو فريق عارف ياخد بيه الدوري، عمل حاجات كتيرة جدا فيريرا، وكنا بنقول عليه فعلا عبقري وقتها لأنه عمل حاجات كتير لفريق هو جاي عليه في نص الموسم. ماشي. قدر يفك التركيبة دي كلها. طب ليه الكلام اختلف المرة دي؟ لأن فيريرا مكمل،
لان فيرينا بدا موسم عمل صفقات عمل فتره اعداد فدخل الموسم ده، فالكلام هنا مختلف. والحقيقه ان الزمالك ما اتطورش عن الموسم اللي فات في اي شيء، هي نفس الكوره اللي بيقدمها ولكن بطريقه اضعف، بس هي نفس الحاجات الاساسيه اللي عند الزمالك اللي بيعتمد عليها هي بالظبط بتاعت الموسم الماضي. فانا هروح للكرات الطوليه، دي واحده من الحاجات الاساسيه اللي فيريرا ما زال بيعتمد عليها، وهي بتجدي نفعا حتى الان في بعض المباريات. خلينا نتفرج عليها امتى هتشوفها بتجدي نفع، لان في مباراه الاسماعيلي مثلا نشتغل حالات عادي جدا، حسام عبد المجيد، دونجا، الزمالك بيحضر طبيعي وهو بيلعب نفس الفكره، بيلعب 4-3-3. طب ليه ما بتحضرش؟ يعني ليه الطبيعي بتاعك ما بتحضرش وانت عندك 3 في نص الملعب؟ لا، انا بلعب الطويله لزيزو اللي شفناها وحفظناها كتير جدا الموسم الماضي ويسجل منها الزمالك. نفس الكوره اول ما هتتقطع لنادي الزمالك في مباراه اسوان، هعد لك في كم المباريات، هي نفس الفكره في الكرات الطوليه، الزمالك ما بيحضرش تماما، انا بلعب الطويل فقط لزيزو، وزيزو والجزيري هم اكتر 2 لعيبه زي ما عمر جاب لهم الارقام، عشان كده بقول لك وكتير جدا هي بتجدي نفعا، هو السلاح الرئيسي تقريبا لفيريرا الكرة الطولية. بس هل الكرة الطولية دي تتحط تحت بند القوة ولا بند الضعف؟ طبعا مش هو قال لك ايه؟ هو جاية من مستمدة من نقطة ضعف، ان انا ما بصنعش وما بحضرش، وفيريرا لم يطور الزمالك في هذه النقطة من الموسم الماضي، انت الموسم الماضي كنت بتحل الأزمة زي ما كنا بنقول، بتنقذ، بص كل دي جاية كرات طولية، يا إما بتاخد الكرة الثانية يا إما بتاخد الكرة الأولانية، ومع ذلك بتصنع لك فرص. هي دي نفس الفكره، وعشان كده الزمالك عنده سلاح مهم جدا اللي هو زيزو. هتبص على تلاقي ارقام زيزو هنا بقى ما بتبقاش اوقات كتير ما بتبقاش مجديه في مباراه الاتحاد، محمد عبد الشافي هيلعب الطوليه لمصطفى شلبي، هي خطوره الزمالك كلها في معظم المباريات هتلاقيها من الكرات الطوليه دي، العب الكره الطوليه يا اما زيزو يستلمها يا اما سيف الجزيره او مصطفى شلبي وتاخد منها حاجه. طب هنا لو بص نفس الفكره، الكره لو ضغط عليك مش هتضغط عليك، هتعمل له الطوليه، هتيجي حمزه المسلوسي هيدي على طول، هيرجع له تاني هيلعب الكره الطوليه. اذا هو خلاص الزمالك ما بقاش يلعب غير دي، ما عندوش غيرها خلاص، يعني فيريرا في الجزء ده تحديدا ما عندوش الفكره دي. ولما راح ل 4-3-3، طب ما انت كنت بتلعب 3-4-3 وبتلعب بالكرات الطوليه عشان تستخدم الثلاثه اللي قدام، طب ليه ما عملتش ده بالثلاثي اللي موجود؟ لان الثلاثي اللي موجود اصلا مع بعضه في نص الملعب مش ده اللي يطلعك بالكره، انت عندك دونجا لعيب كان بيطلع الكره في بيراميدز زي السكينه في الحلاوه زي ما بيقولوا، لم يتم استخدامه. طب انت جبت واحد بيعرف يطلع من الضغط جنب امام عاشور اللي كان الوحيد اللي بيطلعك من الكره في الموسم الماضي، ما بقاش يحصل برضه، بقى امام عاشور نفسه لما ياخد الكره بيلعب لك برضه الطويل. فاذا هو في المباريات الكبيره دي بيفضل يستخدمها، بتفضل صحيح تجدي نفعا معاه. طيب لسه برضو في نقاط القوه ولا نتحول لنقاط الضعف؟ هي نقطه قوه برضو استكمالا، يعني لو حابب ناخدها، هي الضربات الثابته. الضربات الثابته ما زالت واحده من اهم النقاط القوه عن نادي الزمالك، وهنا الفكره مش فكره اتقانها. الضربات الثابته والضربات الركنيه بالظبط، ما هي طبعا يعني حسام عبد المجيد زيزو، حسام عبد المجيد جول بالظبط. هو التوضيح بقى في اللي احنا بنقوله، يعني ايه نقطه قوه؟ يعني هي اكتر طريقه بيوصل بيها الزمالك للمرمى، مش شرط تكون هي يسجل منها بالظبط، لكن هو هتلاقي 70-80% من وصول الزمالك للمرمى، 90% من وصول الزمالك للمرمى من حاجتين، يا التسديد يا الكرات الثابته. فهنشوف دي في مباراه الداخليه معانا 3-4 حالات سريعه، يعني بنفس سرعتهم هتلاقي ان واحده من اهم الكرات الخطر حصلت، لان تواجد لاعيبه نادي الزمالك وهنا له علاقه، واحنا بنمشي الحالات عادي يعني له علاقه بحاجه في الكوره. يعني لو الكرياتيفيتي مش عالي مع عند اللعيبه، بص حسام عبد المجيد على طول موجود، لو الكرياتيفيتي مش عالي عند اللعيبه او عند ميكانيزم الفريق في صناعه الفرصه او في صناعه اللعب وخلق المساحه بالتحرك بدون كوره، الابتكار مش موجود احسن حاجه بالظبط، فتروح لايه؟ للتحفيظ. واسهل حاجه تحفظ بيها الضربات الثابته، فتلاقي هنا مباراه الداخليه حسمت بهدف او تعادل بهدف من عبد من 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 عبد الغني بضربه ثابته، مباراه بيراميدز تقدم بضربه ثابته، خطوره في مباراه الداخليه من ضربه ثابته، لان الزمالك عنده مشكله زي ما قلت لك. انا بنيت الكونكلوجن كله ان عنده مشكله في الصناعه والتسجيل. الهجمه 4 مراحل، بيلد اب، بروجريشن، اتاك، فينش. الزمالك عنده مشكله في 3 مراحل من ال4 مراحل الهجمه. بعد الفاصل هنرجع لحضراتكم من نقاط الضعف كلا الفريقين الزمالك والاهلي، خليكم معنا. نوصل للفقرة الأخيرة مع حضراتكم، ما نقاط الضعف بقى في كلا الفريقين، نقطة أو نقاط الضعف في الأهلي، اتفضل يا عمر.
واحدة من نقاط الضعف اللي بيحاول مارسيل كولر طول الموسم ان هو يحاول يعالجها بشتى الطرق، ولكن هتفضل هي معضلة شوية بالنسبة له. ووفقا لظروف المباراة كل حل بيحطها له على حسب سير المباراة نفسها وعلى حسب القسم اللي بيلعبه هي ظهر علي معلول. دايما هي دي اهم مفتاح، حتى لما جاب لك عمر من الأجنحة عبد القادر وجبهة معلول تحديدا، سواء معلول لوحده كصانع مفتاح لعب رئيسي جدا للنادي الاهلي، وكمان عبد القادر هو واحد من افضل اجنحه في الاهلي تحديدا في حته المراوغات والدخول جوه منطقه الجزاء، فدايما ظهرهم هو اللي مكشوف بنسبه كبيره جدا للاهلي، خاصه لو ما فيش لعيب وسط دفاعي قايم بالمهام دي زي ما كان كولر في بدايه الموسم بيعملها مع حمدي فتحي. تعالى نشوف من بدايه الموسم تحديدا امام مباراه سموحه في الدوري، هي دي اكتر حاجه بتيجي بتضرب على طول في ظهر دفاع النادي الاهلي، ملهاش حلول كتيره قوي عشان عامل السن كمان فارق معلول في الارتداد الدفاعي. فدايما اي فريق عايز يلعب على خطوره النادي الاهلي او عايز يركز على جبهه في النادي الاهلي هتبقى هي الجبهه اليسرى، جبهه علي معلول، سواء كمان في برونو وسافيو هو اللي قدامه او احمد عبد القادر، هتلاقي كل الكرات الخطيره جدا اللي جت على مرمى النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت او في الكام مباراه اللي فاتت كلها من نفس الناحيه، ناحيه ظهر علي معلول. في مباراه بيراميدز كمان لما برونو سافيو كان موجود وما كانش، بص بقى برونو سافيو راجع على مهله خالص وبيتمشى، كره اتنقلت على طول بتروح في ظهر علي معلول وتداركها مارسيل كولر في الشوط الثاني، ودي واحده من النقاط المهمه. وبكره تحديدا احنا بنتكلم في اليو ديانج وحمدي فتحي ثنائيه وسط الملعب، فهتبقى الادوار شويه الدفاعيه كتيره ناحيه الناحيه الشمال اللي ممكن يقوم بها بشكل كبير جدا اليو ديانج، عشان لو حمدي فتحي هو اللي موجود هو اللي هيبقى اللعيب الرقم 8 اللي بيديك الزياده الهجوميه. صحيح. فديانج هيبقى هو اللي محطوط في النقطه دي، عشان على الجانب الاخر خالد عبد الفتاح واحد من اللعيبه او الباكات الدفاعيه، الحته الدفاعيه عنده اكتر بكتير من الحته الهجوميه، عكس يعني شفنا هاني الفتره اللي فاتت كان مفتاح لعب مهم جدا جدا للنادي الاهلي في الحته الهجوميه بالذات، خالد عبد الفتاح مش قوي في الحته دي، يعني دايما عنده الحته الدفاعيه هتبقى اقوى شويه، فدي اللي هتريح ممكن حسين الشحات في الجانب الهجومي. الجانب الاخر نقطه الضعف اللي في الزمالك، نقطه الضعف اللي في الزمالك، بس تعقيب سريع كده، نقطه ضعف الاهلي هتمثل صداع لانها تواجه نقطه واحده من نقاط القوه في الزمالك وهي احمد مصطفى زيزو ناحيه اليمين، يعني ناحيه اليمين. تعال نشوف نادي الزمالك. الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في الضغط على الخصم ايا ما تكون امكانيات المنافس، ما بيضغطش خالص خالص. في اريحيه ده دودو الجباس كان بيتكلم معايا بعد ماتش بيراميدز بيقول احنا مطرود مننا واحد متخيل ان الزمالك يضغط علينا، ما ضغطش عليه. لا مفيش. وانت جايب بيراميدز برضه كمان. لا من في حالات من مباراه بيراميدز، تعال نشوف الضغط فريق الزمالك ازاي، الزمالك ما بيقدرش ان هو يضغط. لا دي الضربات الثابته، في ضغط دفاع الزمالك. دفاع الزمالك. دفاعات الزمالك. دفاع الزمالك، دفاع الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في الضغط على الفريق المنافس في اي بقع من بقاع الملعب، سواء كان يعني الحالات لما تبقى جاهزه معانا من مباراه الداخليه، من مباراه بيراميدز، فريق ما عندوش ميكانيزم ثابت ان هو الضغط. ان هو يضغط، الضغط الجماعي عند الزمالك ضغط بصوره سيئه جدا، وده راجع تحليق، اغلبه تحليق، مفيش ضغط. اللعيب بيضغط بقرار فردي، فبالتالي الناحيه اللي بتبقى في ظهره او الناحيه اللي هو بيتركها عشان هو بيقوم بمهمه الضغط بتتساب تماما للفريق اللي بس الحالات بتاعتك اسمها ايه عشان هم يطلعوا دفاع الزمالك. بالظبط هي دي دفاع الزمالك. هتلاقي ان الزمالك على طول عنده مشكله في ان اللعيب اللي بيضغط لوحده، يعني بص لعيب بيروح لوحده، فبالتالي المساحه اللي في ظهره بتبقى فاضيه تماما. بص ده فريق الداخليه كامل الاحترام لفريق الداخليه وكابتن رضا شحاته، ولكن انت بتتكلمش على فريق من التوب 5 او التوب 4، انت بتتكلم بص الاريحيه اللي عند فريق الداخليه وهو بينقل الكوره او بينقل الهجمه من منطقته لمنطقه الزمالك، هتلاقي ان لعيبه الزمالك بتاخد قرار هنا. بص بيراميدز هتلاقي لعيبه الزمالك بتاخد القرار الفردي للضغط، يعني بص الراجل رايح ثانيه واحده، نرجع عشان مهمه الاشاره اللي فاتت، شاور لهم اطلعوا معايا، بالظبط القرار معي. نرجع كمان والكاميرا فوق لان هي دي اللي هتوضح الصوره ان القرار فردي بالظبط. كمل بقى، مشي الراجل اللي جاي يضغط ناحيه اليمين على طول يوسف اسامه نبيه، يقول لهم يا جماعه معايا اطلع في ظهر، بالظبط يا جماعه معايا، لان قرار الضغط بيبقى قرار فردي. ماشي بقى بسرعتها العاديه، لان انت هتلاقي ان بسرعتها العاديه عادي انا معايا دقيقه واحده بس، بالظبط هتلاقي ده، خلي الحالات ماشيه على طول واحنا بنشرح، هتلاقي ان دايما اذا بص على طول اللعيب بيوصل لحد فين. ده فريق بيلعب 10 لعيبه يا جماعه، ده فريق بيلعب ب 10 لاعبين فقط. بص الهجمه بتنتهي فين وهو بادئ من عند حارس مرماه، يعني مر بكل مراحل الهجمه، مش ترانزيشن يعني ما خطفهاش وعمل تحول، لا ده هو بينقل عادي جدا. بص الراجل خد وقت قد ايه الهجمه دي تحديدا، انا جايبها معلش انا عايز الهجمه دي تاني، لان الهجمه لا اللي فاتت دي معلش وليد الكارتي وفي الاخر يعني
لان الهجمه دي انا كنت جايبها بتاعه تسديده وليد الكارتي دي عشان نعد الرد بالظبط. دي اخر حاجه مش مهم يعني. على فكره برضو هدف البيراميدز كان من حاجه شبه كده يعني عدم ضغط، بس ماشي بقى الهجمه. وعايزين نشوف قد ايه الراجل وقف وقال يا جماعه انا هشوط، انا بفكر اشوط، انا عايز اشوط، محدش خد قرار الضغط. بص محدش عايز يجيب الكوره. اذا الزمالك برضو من نقاط ضعفه الواضحه هي مشكلته كمان في التعامل مع الضغط، اختلال منظومه الضغط بالكامل سواء كان فردي او جماعي. توقعاتك ايه للمباراه دي؟ اخر سؤال. هيخلص 2-1. توقعاتك مش عايز تقول مين؟ 2-1. توقعاتك حلوه حلوه، عجبتك الفكره دي؟ طب ها قول 2-1 برضو. لا ايه ده كده؟ مش هتقول مين؟ عمال ياخد كل حاجه. مش هتقول مين؟ ركز، عمال ياخد كل حاجه. سيبه بس براحته. على الورق على الورق نفسيا وفنيا الاقرب هو الاهلي. اي 2-1 الاهلي. بكده تكون حلقتنا خلصت. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر في عمل بيه كامل. عمر بشكرك شكرا جزيلا. عمار بشكرك شكرا جزيلا. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في الاستوديو التحليلي الساعه 6 على اون تايم 2 ان شاء الله. سلام عليكم.